معنا من بروكسل المستشار السابق لرئاسة الوزراء البلجيكية والباحث الأول في معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل كورت دوبوف. سيد كورت، أهلا وسهلا بك. إذن حتى الساعة بعد هذا الاجتماع الطارئ اليوم، هناك قرار موحد على الدفع بالدولار أو اليورو وعدم الدفع بالروبل. أهمية هذا القرار اليوم، وإلى أي مدى برأيك سيبقى هذا القرار موحدا في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة؟ لقد نعم، كان قرارا موحدا. فمثلا هنغاريا قالت بأنها ستدفع بالروبل إذا طلبت روسيا، ولكن أظن بأن هذا الموقف الوحيد للهنغاريين الآن قد تم رفضه أو تغير، والجميع الآن وافقوا على أنهم لن يدفعوا بالروبل. هم لن يغيروا العملة إلى الروبل ليدفعوا مقابل الغاز والنفط. طبعا الروبل أضعف بكثيرا من اليورو، وطبعا روسيا. وثانيا أيضا هم قرروا أو اقترحوا على المفوضية، وربما هذا أهم على المدى الطويل، هو بأنهم سيخرجون من أو يستقلون من كل الغاز الذي يأتي إلى أوروبا، الغاز الروسي، وهذا قرار كبير وعظيم. وسيد كورت، يعني ماذا لو اتخذت مسبقا روسيا خطوات من هذا النوع، خاصة وكما ذكرت يكثر الحديث الآن عن استقلال نوعا ما أوروبي عن الغاز والنفط الروسيين؟ من الواضح أن هناك نزاعا، فمن جانب أوروبا تقول بأنها ستقلل اعتمادها على روسيا. الآن 26% من النفط الأوروبي يأتي من روسيا، وطبعا هذا شيء كبير. إذا ينبغي الخروج من ذلك إلى 0% بنهاية السنة، ربما باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا، وطبعا النسبة تصل إلى 60 أو 100% باعتمادهما على النفط الروسي. ولكن في هذا النزاع أيضا من المهم أن نعرف بأن 50% من النفط الروسي يذهب إلى أوروبا. إذا كل يورو يذهب إلى روسيا مهم جدا. حتى ليعطيك رقما واحدا، فهناك دراسات تقول بأنه منذ بداية الغزو في 24 فبراير، أوروبا دفعت أكثر من 20 مليار يورو لروسيا. ولكن أيضا إذا ما تحدثنا عن الأرقام، كان هناك اعتماد مثلا من ألمانيا ب 36%، الآن اليوم يتحدث وزير الاقتصاد بأنه من الممكن أن يتم تنقيص والتقليل من هذا المبلغ لأنه أو النسبة لأنه هي 12%. ولكن إلى أي مدى إن كان هنغاريا يمكن أن تزيد من المشكلة تعقيدا، لأنه الجميع يقول بأنه الاستغناء أو الوصول إلى 0% كما ذكرت يحتاج إلى وقت، وربما روسيا إلى حينه ستتخذ إجراءات معاكسة. نعم، هذا صحيح، وطبعا هذا ينبغي توقعه أيضا. نعم، ألمانيا قالت بأنها قد قللت وربما قد تقلل أكثر في النسبة. أما فيما يخص هنغاريا وسلوفاكيا، فمن المهم على الجانب الهنغاري، طبعا هو يواجه صعوبات، فالأزمة مع أوروبا هي اقتصادية وليست سياسية. إنها ليست بسبب العلاقة الخاصة مثلا بينهم وبين الروس. إذا ماذا ستفعل أوروبا وماذا تقرره يوم الأربعاء، هو بأن ربما تعطي استثناء لسلوفاكيا أو هنغاريا، أو ربما تعطي وقتا أكثر للانتقال حتى يخفض اعتماداتهم ويصلوا إلى 0% من الطاقة الروسية. إذا هذه ليست حزمة واحدة كما يقال، وكما ذكرت ألمانيا مثلا. طيب، هناك أيضا اقتراح لحظر النفط متوقع الأربعاء بالإضافة إلى مزيد من العقوبات، في ظل حديث أيضا من الاتحاد الأوروبي حول شركة روسية بأنها تهدد أمن الطاقة. إلى أي مدى تصاعد هذا الخلاف الاقتصادي كما ذكرت يمكن أن يؤدي أيضا إلى مزيد من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا؟ هذا واضح، نعم، بكل تأكيد التوترات نعم مرتفعة جدا، فهناك حرب
ناشبة، ويمكن القول أنها بين أوروبا وروسيا في أوكرانيا. فأوروبا تقدم الكثير من الأسلحة والأموال لأوكرانيا، والحقيقة هي أن هناك حربا واقعة. فالسؤال هو إلى أي مدى يمكن لأوروبا أن تذهب مع العقوبات من دون أن تضر نفسها واقتصادها وقوتها الشرائية، وماذا يمكن لروسيا أن تفعل أيضا للإضرار بالأوروبيين كما فعلت الأسبوع الماضي بوقف النفط والغاز على سلوفاكيا، عفوا على بولندا وبلغاريا. إذن الأسئلة طبعا هذه لعبة، وروسيا تحتاج الأموال وأوروبا تحتاج النفط والغاز. إذن سيكون هناك نعم بعض التوازن، ولكن الأمر سيضر الجانبين، وربما ستبدو الأمور سيئة في المستقبل. نعم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بروكسل، المستشار السابق لرئاسة الوزراء البلجيكية والباحث الأول في معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل كيرت دوبوف، شكرا جزيلا لك.